هلا بعتذر قطع الفيديو هذاك، رح اكمل بهذا الفيديو حل هذا السؤال او الاكزامبل اللي بلشنا فيه، وقلت من خلاله رح اشرح هذا الجزء من التشابتر. هلا بلشنا بعادي برنامج طبيعي، اي بروجرام انا ممكن اقراه بهاي الطريقه. انتجر اد انتجر اكس، قلنا انه هاي هذا الشكل هو عباره عن البروتوتايب، عرفنا البروتوتايب. هلا رح نبدا بالبرنامج، اوكي؟ رح ابدا بالبرنامج اللي فيه ديفايند فانكشن. بداية انتجر مين، معناته هاي البروجرام من هون ببلش، اوكي؟ فرح احكي سي اوت، جملة طبيعية عادي، اد 2 اند لاين، اوكي؟ ما في اي مشكلة. هلا اللي صار اشي جديد عندي انه في عندي اد، انا ما بعرف هاي الكلمة، صح؟ انا يعني انه انا ك يوزر، اوكي؟ فهلا البروجرام نفسه بيعرف انه الاد هي عبارة عن function أنا استخدمتها عشان أعطيها task معينة، هاي البروتوتايب لها. ممتاز، معناته هذا function call، تمام؟ حكينا عن function call، حكينا إنه هو ممكن يكون expression، ممكن يكون variable، وممكن يكون فاضي إنه ما فيه إشي، أوكي؟ هذا هو اللي بين قوسين بيكون actual parameter، أوكي؟ function name actual parameter، هذا اللي صار معنا هنا، هاي اسم function، هاي الهاش actual parameter اللي هو عندي اياه constant، اوكي؟ هلا كيف يعني كيف آلية الشغل هون رح تصير؟ هو عم يحكي لي او كأنه عم يحكي لي خد الاثنين هاي، اوكي، وودي لي اياها على المكان الاد هذا. طيب وين مكانه؟ بيروح بدور على البادي، انا البروتوتايب ما الي فيه الا انه انا عرفت البروجرام عليه، بس عرفت او اعطيت زي هنت صغيرة انه انا في عندي function. هلا لما يكون عندي function call already على طول رح يروح وين؟ رح يروح على ال function body، اوكي؟ بال function body بفوت على ال function، هاي عندي braces هون، اوكي؟ هاي بداية البروجرام، اوكي؟ integer add integer x، هذا ال function body، اوكي؟ هل قال لي خد لي الاثنين، تمام؟ هو باعتبار انه قال لي ال x هي اثنين، لانه بعت لي قيمة، صح؟ هو بعت هاي القيمة وقال لي خديها على ال الفانكشن هذا. فانا رح اروح احكي بالمين تاعت الفانكشن انه اكس هون هي عباره عن 2. من وين جبت هاي القيمه؟ جبتها من الفانكشن كول، تمام؟ طيب يلا بنفوت على لانه حكي لي انتجر اكس، طبعا هاي نوعها انتجر، اوكي؟ هيها انتجر اكس اعطاني قيمتها 2، من وين جبت قيمتها؟ زي ما قلنا من الفانكشن كول. طيب ممتاز، هلا شوفي عندي جوا البروجرام هذا في عندي اللي هي ريتيرن اكس بلس 1، ما عندي الا جملة ريتيرن، ممتاز. بروح بقول له ريتيرن يعني ارجع بالقيمة x plus 1، يعني شو رح يصير؟ شو رح يرجع بالقيمة؟ رح يرجع بالقيمة 3، اوكي؟ ما بعدلها هون، لأنه هو ما أعطاني أي أمر إني أروح أعدل بالميموري اللي موجودة بالفانكشن، لا خلص باخذ الثلاثة برجع بهاي الثلاثة على الفانكشن كول، إذا رح أرجع بهاي الثلاثة بهاي الطريقة على الفانكشن كول، إذا أخذت منه قيمة ورجعت، خلص هلا عملت البروجرام، لو شوف ما كان عندي ستيتمنت هون رح ينفذهم، يعني رح قبل الريتان، آخر شي رح يوصل للريتان، بياخذ قيمة وهاي القيمة بيرجع فيها على الفانكشن كول، وين بيرجع فيها؟ هون، هلا هي موجودة ضمن شو؟ ضمن سي أوت، أوكي؟ فمعناته سي أوت الآد 2، هاي الآد 2 كلها أنا جبت قيمتها، طلعت معي قيمتها 3، صح؟ أوكي، هلا شو بروح بعمل؟ باخذ على او انه على شاشه الرن، اوكي، بهاي الطريقه شو رح يكون معي الناتج؟ 3. ليش 3؟ لانه هو طلبها جوا جمله سي اوت، واحنا حكينا من اهدافها بالبدايه باول سلايد، حكينا انه output statement ممكن استخدمها بالoutput statement، وفعليا هي استخدمناها كoutput statement، انا طلبت اني اطبع هذا الفانكشن او وظيفه هذا الفانكشن، شو مكان هون رح يتنفذ؟ وبالاخر رح يرجع لي بالريتيرن القيمه المعينه ويطبعها، ورجعنا هون بالقيمه 3، فرحت على شاشه الرن طبعتها وطلعت 3. هلا بدي انوه على شغله ثانيه، انه انا ممكن اكتب الفانكشن بطريقه ثانيه، تمام؟ شو هي الطريقه الثانيه اللي ممكن اكتب فيها الفانكشن؟ هلا احنا هون عملنا بروتوتايب قبل، وبعدين بعد ما خلصت البروجرام كامل بعد الريتيرن 0 هون كتبت الفانكشن بدي او وظيفته. هلا في عندي طريقه ثانيه، هاي الطريقه هي عباره عن، شو خليني بس احطهم فوق بعض عشان نشوف الفرق بيناتهم، هيك بتمنى تكون واضحه، اوكي. هلا لو نتطلع انه انكلود اي ستريم ما عندي مشكله، يوزنج نيم سبيس std برضه ما عندي مشكله. هلا لو نلاحظ هون بالانتجر اد انتجر اكس سيمي كولون، هذا بروتوتايب، تمام؟ ما عندي اي مشكله فيه، هاي بروتوتايب، صح؟ هلا المفروض او انا بتوقع اني الاقي الفانكشن بدي تحت المين، يعني هي انتجر مين
see out add 2 end line هذا المين اللي هو نفسه موجود هون اوكي okay. اذا انا بقدر اكتب الفانكشن بطريقه ثانيه شو هي الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه انه بدل ما اعمل بروتوتايب وارجع اعمل تحت المين الفانكشن شو بعمل بكتب البروتوتايب اللي هو يوزن اللي هو انتجر اد انتجر اكس بهاي الطريقه مع السيمي كولون تمام برجع بكتب التاسك تبعه هون بدل ما ارجع اعمل كمان مره تحت المين اذا هي بس مجرد شكل ثاني يعني هي كتب لي اياها هون فتح البريسز هذول وكتب لي ريتيرن اكس بلس 1 انا شفت الفانكشن هون بس هلا مبدئيا ما بيقراه الا لما يكون في عندي فانكشن كول تمام فبروح هون بقول انتجر مين هي المين الاساسيه هي البروجرام العادي الطبيعي اللي احنا متعودين عليه بس الزياده عندي او اللي صار عندي انه بهذا الجزء هون صفى عندي هذا كله الفانكشن او اليوزر ديفايند فانكشن اللي هو موضوعنا تمام هون لا هون كان عندي اياه هون وبعدين بالاخر يعني بالاخر هون صار عندي هيها تحت المين هون فوق المين البروتوتايب والفانكشن بديل 2 فوق المين تمام اما هناك لا كانوا يعني البروتوتايب وهذاك تحت المين بتمنى تكون وصلت يعني هي بس مجرد اختلاف اشكال نفس اليه العمل بيروح على الفانكشن كول بالاول بيرجع على على الفانكشن بودي بيقرا الستيتمنت الموجوده بيوصل للريتيرن هي اخر شيء بيقراه تمام يعني شو ما كان عندي هون اشياء هو ما رح يشوفها بعد الريتيرن تمام هلا بيرجع من الريتيرن على الفانكشن كول ويعني بيشوف الوظيفه اللي هو بده اياها سي اوت رح يطبع تمام هذا نفس اليه الحل خليني ارجع احله عشان نتاكد انه هو نفس الشيء يعني ما فرق عن عن الشيء اللي قبل اوكي 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 بهذا الشيء نفس الشيء رح دائما اول خطوه بنعملها انه بنقرا البروجرام كامل اذا في بالتشويسز في عندي سينتاكس ايرور برجع بدقق على كل صغيره وكبيره اللي هي السيمي كولون البريسز كل هاي الشغلات انا برجع بدقق عليها اوكي بس هلا كونه ما عندي مثلا انه انا بس بدي اوتبوت يعني بدي على شاشه الرن يطلع معي شو انا شو الناتج فببدا فيه تمام عندي فانكشن ما بقدر اتصرف فيه ولا اعمل اي شيء الا لما ابلش بالمين اذا اول ستيب انه انا بروح على المين على البروجرام اللي احنا متعودين عليه تمام فبروح بقرا عندي جمله سي اوت ما في اي مشكله بمشي عندي اد اوكي انا لاحظت انه الاد موجوده عندي اياها وين موجوده بالبروتوتايب فوق والها فانكشن معين كتير منيح هلا بعد هيك انا قرات الاد تمام شو بعت لي قيمه بعت لي قيمه 2 تمام فانا بعمل انه من المين بدي اروح على وين على هذا الفانكشن كول تمام هذا الفانكشن كول اوكي هذا الفانكشن كول تمام انا من هون بستدعي هذا الفانكشن فبروح باخذ القيمه الاثنين هاي على ايش على هذا الفانكشن معناته بروح بطلع عندي انتجر اد انتجر اكس انتجر اكس هاي بدي لها قيمه اكيد الفاريبل هذا بده قيمه فبقول انه الاكس قيمتها 2 من وين انا جبت 2 من هون هو بعث لي هاي القيمه قدام شوي بصير يبعث لي اكسبريشن مثلا بعد هيك بصير يعطيني القيمه معرفه هون اصلا فمن خلال الاكزامبلز هذا كله رح يبين معي هلا بعث لي القيمه 2 تمام ريتيرن اكس بلس 1 رح يرجع لي بالقيمه 3 تمام فهو رح يرجع بالقيمه 3 تمام ارجع بالقيمه 3 وين رح يكون يعني مكان الثلاثه بجمله السي اوت يعني كاني استبدلت كل هاي اوكي كاني شطبتها هيك وكتبت بدلها 3 بروح بطبع 3 بس نفس الناتج طبعا نفس الناتج اللي كان هون الا انه كشكل اختلف بس مضمون بالنهايه واحد اوكي okay?